رائع فعلاً. منافسة الأطفال والكلاب برنامج رائع يا رفاق. إنه ممتع. إنه جنوني جداً. وهو خلاق. إنه هراء. كنترول فريك. ما معنى هذا أيها المدعي مهووس التلفاز ملاصق الأريكة؟ إنكم تثنون على شيء أجده سخيفاً، لذا جئت لأفسد استمتاعكم به عن طريق إظهار سيئاته. الألوان فقاعة كأن هناك قوس قزح منثوراً على الشاشة. ما بك؟ يفترض أن يكونا بطلين، وما يفعلانه هو إلقاء دعابات. أنت لا تملك سلطة لهذا. على ذكر الدعابات، فالدعابات عشوائية وليست مضحكة أبداً. أشعر بالأسف على أطفال اليوم. كانت برامج الأبطال الكرتونية أفضل بكثير. كانت تحتوي على كل شيء، الحركة، المغامرة، والأحداث. في الحقيقة برامج الأبطال القديمة كانت سيئة. كان الناس يشاهدونها لأنها كانت كل ما يعرض. يا عدمي الثقافة، لن أضيع وقتي بأن أفسر لكم سبب تفوق برامج الأبطال الكرتونية. سوف أريكم. أفسح المجال للأبطال الخارقين. خمسة من المراهقين الموهوبين صانعي النصر: روبن الفتى القوي، صاحب مجموعة الأسلحة المميزة، سايبور أفضل دمج للإنسان والآلة، ريفن ساحرة أسطورية، بيست بوي الرابط المفقود بين الإنسان والحيوانات، وستار فاير الأميرة الفضائية الحامية السريعة والقوية. خمسة لا يهابون شيئاً في معركتهم مع الجريمة. هؤلاء هم الأبطال الخارقون. انطلقوا. تين تايتنز انطلقوا. نحن في البرج، لكنه قد تغير. يا للمفاجأة، وكذلك نحن. أحجام رؤوسنا تناسب أجسادنا. لا أستطيع تحريك سوى رأسي وذراعي. عيناي وفمي فقط تقوم بالحركات. أجزائي تعاني أنا أيضاً. لما تقول مصطلحات مثل أجزائي سايبورغ؟